شكرا لهسبريس ولمركز هسبريس لدراستي والإعلام على هذا اللقاء. قبل في الحقيقة ما نجاوب على مجموعة من الأسئلة، ماشي غير الأسئلة اللي طرحتي، ولكن أسئلة أثيرت وعيد نشر المقال الأول. غادي نكون معكم صادق، بعد واقعة محسن فكري ترددت كثيرا في الحضور، هل المقال أو الدعوة للمناقشة أو مناقشة موضوع المصالحة الشجاعة والمصالحة التاريخية مازال عندها وقت؟ فصادقا حضرتني واحد الحكاية شتها في أواخر الثمانينات من القرن الماضي مع أحد المناضلين النقابيين، لأن خصني ندير هكا لكم. حضرتني واحد الواقعة شتها في حكاية لكم قبل ما ندخل في صلب الموضوع. شتها في أواخر الثمانينات من القرن الماضي مع واحد المناضل يساري نقابي محنك وكان متمكن نظريا، كان منظر لا في العمل النقابي ولا في العمل السياسي آنذاك. في مساء أحد الأيام كانوا عيطوا له بعض العمال باش يمشي يزور واحد الورشة بعيدة عن المدينة شي 70 كيلومتر، كتعني ديك الساعة كان كيتبنى واحد البراج في منطقة الريف، والمقاولة اللي خذات بناء داك السد سمحت في العمال لمدة فوق 8 أشهر، كان قريب داك الساعة العيد الكبير على ما أذكر. منين مشى داك المناضل باش يشوف داك العمال؟ رجع مباشرة عندي للدار، أول حاجة دارها كانت عندي مكتبة صغيرة فيه من الكتب النظرية الشيء القليل، بدا كيقطعها. وهذا كنقول لكم مناضل ومنذر بانفعال كيقطع، وأنا انفعلت معاه، قلت له أش كتقطع الكتبة ديالنا؟ قال لي إن واقعة هاد الورشة وهذا الشيء اللي عشت وشفت، هذا الشيء اللي شفت كافي باش نتجاوز ما نتداول فيما بيننا الى شيء اخر. وهذه الواقعه استحضرتها وانا كنفكر ما بين الحضور من عدمه بعد استشهاد محسن فكري بتلك الطريقة، وقلت هل واقعة محسن فكري اليوم ماشي هو العنوان لمقالات حول واقع البلد، ماشي هو العنوان اليوم للمصالحة؟ بعيد على كيفاش طرحتها انا، من طرحتها من زاويه نظريه، وانا يسمحوا لي الاساتذه الاجلاء والاصدقاء ولحسن الصدف ما كناش دايرين باش نتلاقاو هنا كلنا بربع، ولكن هاد ثلاثه وناس اخرين كل واحد كان عنده تأثير في صياغة هذاك المقال. أولهم كان الأستاذ الصديق كريم تازي، التقينا مرة صدفة وتكلمنا كثيرا
وقال لي بالحرف الوحيد: هل ما حدث إبان وبعد 20 فبراير لا يشكل عنوانا لمصالحة مجتمعية؟ وأنا أقول هذا الكلام بشكل حاضر. وقال لي أيضا: أليس المشهد الاقتصادي الوطني بحاجة لمصالحة وطنية شجاعة؟ كانت أسئلة فقط. وإبان الحملة الانتخابية وأنا في عز الحملة الانتخابية نزل مقال الأستاذ الصديق عبد الصمد طمان، وكلمته في الساعة 11 ليلا. طبعا عنوان المقال ليس من أجل المصالحة، ولكن مضمون المقال وترجمة مضمون المقال كان بحاجة لآلية. وتكلمنا كثيرا لمدة فوق ساعة، فقال لي بأن هذا ملخص لدراسة لأكثر من 50 صفحة. وبعد الانتخابات ونتائج الانتخابات والسكون الذي عرفناه الرائع، كان لي موعد بالصدفة، ونحن نتقابل في بعض المرات مع الصديق مصطفى معتصم ونتكلم في الفكر وفي التاريخ وفي السياسة لزمن بعيد وليس اليوم، قبل المحنة ومع المحنة المستمرة لمصطفى ورفاق مصطفى. فتكلمنا كثيرا في الصبح، كان يوم الأحد أو يوم السبت على ما أتذكر، لأزيد من 40 دقيقة. فقال لي: يا صديقي، أما تقول كتأمني؟ نعم. قلت له: سي مصطفى، ما كنخافش نعبر على رأيي. قلت له: سي مصطفى، غدا غيكون عندك المقال، صحو قبل ما ينزل. وكلمت صديقي سعيد الرهوني في الموضوع، أعجز وصيف طول سي مصطفى. هذه حكاية كيفاش نزل المقال، باش تعرفوا بأن ماشي كما تخذى من طرف جزء من المتتبعين. والمقال الأول ما كانش نهائيا كيستهدف اللحظة السياسية اللي كنعيشوها أبدا، لا علاقة للمقال بواقع النقاش حول التحالفات السياسية الممكنة ما بين الفرقاء تشكيل الحكومة نهائيا، لأن الحزب اللي كان ينتمي له عبر عن الموقف ديالو من التحالف قبل نتائج الانتخابات، وكان واضحا. ومباشرة بعد نتائج الانتخابات كان أول حزب اجتمع يوم السبت على الساعة 10 صباحا، وخرج ببلاء في الساعة الواحدة زوالا، والمقال جاء بعد أسبوع ولا يعني نهائيا، ولكن ربما اللحظة التاريخية كانت مهمة لإثارة هذا الموضوع. أنا شخصيا، ولكن هناك الكثير من القيادات الحزبية، لأن المقال ليس بيان أو بلاغ صادر عن الحزب، ولكن هناك الكثير من القيادات الحزبية تناقشنا كثيرا في هذا الموضوع. فمقال المصالحة هو أولا
مقال نظري. الغرض من وإثارة النقاش العمومي هذا حول عناوين كما قال أشرف، وليس العنوان السياسي فقط ولكن العنوان الثقافي والاقتصادي والاجتماعي إلى غير ذلك. فالمقال يستهدف المستقبل، ولا نتكلم فيه عن الماضي من خلال تدبير جيد للحاضر. فلنكون واضحين وصادقين مع أنفسنا، هل المغرب لا يعيش على وقع الأزمة؟ هل لا يعيش على وقع الأزمة الاقتصادية؟ معنا أستاذ كريم وسيتكلم في هذا الموضوع أحسن مني. نعيش على وقع أزمة اقتصادية إذا استمرت على ما هي عليه لسنوات أخرى، وهذا تقرير للخبراء والمؤسسات، لأن أنا لست من ذوي الاختصاص. سنعيش إلى قدر الله الإفلاس. هل المغرب لا يعيش على وقع خطر الانفصال؟ نعم، نعيش يوميا ومنذ سنين على وقع خطر الانفصال. هل إذا حدث الانفصال في جنوب المغرب يمكن أن نستمر كبلد؟ هل المغرب يعيش على وقع أزمة هوية؟ هل هناك اليوم مصالحة هوياتية داخل البلد ما بين مختلف المكونات، كانت مجالية، ثقافية، وإثنية؟ نعم، هناك أزمة وهناك صراع. هل لا نعيش أزمة مذهبية؟ هل ما نعيشه اليوم من اجتهادات بين قوسين في المجال الديني، اجتهادات غير موطنة الصادرة من هنا وهناك، ألا تشكل خطر؟ عشنا في السنة الماضية وما قبلها على وقع، وأنا تم استدعائي لأحد الندوات في أحد المدن. نحن كسنة لنحارب الشيعة في المغرب، ألم تكن هناك ندوة علنية في بلدنا؟ هل هذا لا يؤدي للفتنة؟ ألسنا بحاجة لمصالحة؟ ما يصدره المغرب اليوم من شبابه إلى بعض العواصم وبعض الدول للانضمام إلى جماعات مسلحة، هل هؤلاء مغاربة؟ نعم، لا يهم لماذا ذهبوا وكيف ذهبوا، ولكن هل لديهم
حق الرجوع إلى الوطن؟ نعم. لكي تطردوا اليوم من أوروبا بتهمة الانتماء إلى هذه الجماعات، هل لديهم حق العودة للوطن؟ نعم. ماذا هيئنا كبلد لاستقبال هؤلاء؟ أليس ما نعيشه اليوم في سوريا والعراق وليبيا واليمن وإلى غير ذلك، وما الشباب العائد من الجهاد في أفغانستان وعدم استقبالهم في بلدان؟ أليس هذا الوضع يدعو إلى المصالحة؟ إذا أخذت إلى غير ذلك من التعليم من غير ذلك، كل هذه الإشكاليات وغيرها تدعونا نحن المغاربة باش نجلسوا بنتنا. أولا اسمعوا لبعضياتنا، لأن واقع الانفصال لا يهدد تيار سياسي أو مجموعة من التيارات، واقع الانفصال يهدد الوطن. الصراع المجالي والإثني والثقافي لا يهدد جهة أو حزب أو تحالف حزبي، يهدد الوطن إلى غير ذلك. ما دام أن التهديد مع التطورات التي نعيشها اليوم عالميا وإعادة بناء خرائط وتحالفات على حساب تطور واستقرار بلدان أخرى، ألا يدعونا كمغاربة بمختلف تعبيراتنا واجتهاداتنا وانتماءاتنا السياسية والاجتماعية والفكرية إلى غير ذلك للقاء بتهمة ومن الخوف أن يقال عني أو عن غيري بأننا نستجدي كرسي أو مكان، نؤجل قضايا الأمة قضايا الوطن باش نديروا لا جيستيون دو فيزاج، باش نديروا تدبير وجوهنا لكي لا يقال عنا كما تفضل السي نور الدين بأن هذا خطاب الهزيمة. باش ما يتقالش هذا الكلام وهاد التهم وهاد النعود، خصنا نأجلوا مصير وطن. أنا كنقول لا، الواقع يعني الحاضر والمستقبل يدعو الجميع من وجهة نظر الشخصية، وهذه وجهة نظر كانت قسمها مع مجموعة من المناضلين والمناضلات سواء في الحزب أو خارج الحزب. هذا الواقع وهذا المستقبل دعونا جميعا باش نفكروا بشكل جماعي. ما غاديش نزيد، غادي نبقى هنا. اسمحوا لي وشكرا. تجتاز بلادنا مرحلة عصيبة من تاريخها بالنظر إلى التوترات التي عرفتها المرحلة الفاصلة بين مراجعة الدستور ونهاية ولاية الحكومة السابقة الحكومة ديال سي عبد الإله الكيران ونتائج الانتخابات الأخيرة. ومن المعلوم أن الحكومة المعنية قد جاءت في سياق الحراك الشعبي اللي ذكرتيه سي أشرف، الذي رفع سقف المطالب الشعبية وجعل الحكومة المنتخبة
ملزمة بالنجاح في الأوراش الكبرى للتغيير المنتظر والذي صب أساسا في محاربة الفساد ودمقراطية المؤسسة. ويمكن القول أن الطابع العام المميز لهذه المرحلة هو تزايد ضعف الثقة في المؤسسات واستياء الفئات الواسعة من السياسات العمومية التي تبنتها الحكومة والتي أدت إلى المزيد من إضعاف الفئات الهشة، حيث تحولت ما اعتبرته الحكومة بإصلاحات كبرى إلى تدابير في نظري تدابير تبعية للمؤسسات الدولية ضحت بالعديد من المكتسبات لصالح التوازنات المالية دون توفير البدائل الفعالة. وبالنظر إلى هذا الموضوع الوضع المتوتر، كان من الطبيعي أن تعود فكرة المصالحة الوطنية من جديد بعد أن كانت قد ميزت مرحلة بداية حكم الملك محمد السادس. مبادرة المصالحة هذه كانت تهدف إلى وضع ميثاق جديد بين المؤسسة الملكية والمجتمع وخلق انفراج عام بعد فترة حكم الحسن الثاني. لقد تميزت تجربة المصالحة الوطنية آنذاك السابقة بخاصية إيجابية أساسية، هي فتح الملفات التي كانت تشكل نوعا من طابو وقت الحسن الثاني، طابو سياسي في مرحلة الحسن الثاني، ومنها قضية الصحراء التي تقدم فيها المغرب بمقترح الحكم الذاتي. فإلى وين ندقوا في ما أعني أنا بالطابو ما يتعلق قضية الصحراء، فكانوا ثلاثة ديال الطابوهات. أولا، عدم اعتراف بأن كاين حقيقة مشكلة في الصحراء وأن كاين حركة تطالب باستقلال الصحراء، لكن تنفيوه ما نعترفوش به. عدم رغبة في تقديم حل يمكننا نقوله بأن حل معقول وجدي، وعدم رغبة في فتح النقاش مع الخصم. فهنا في نطاق ما أسميه أنا بمصالحة شاملة كانت عدة مبادرات، أهمها هي اقتراح الحكم الذاتي. ومن بعدها كانت قضية الاعتقال السياسي والاختطاف القسري وقضية المرأة، حيث تم تعديل مدونات الأسرة في إطار توازنات أشرف عليها الملك، وقضية الأمازيغية من خلال إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والانتقال، تكلم عليها سي إلياس، انتقال من الأحادية الهوياتية والثقافية إلى تدبير أو على الأقل محاولة تدبير التنوع. إضافة إلى موضوع الشأن الديني، حيث تمت إعادة هيكلة هذا الحقل وفق التحديات الجديدة التي عرفها السياق الإقليمي والدولي. وقد اقترحت المؤسسة الملكية في كل هذه الملفات خطوات جديدة سمحت للخطاب الرسمي بالحديث عن عهد جديد. لكن رغم هذا الجانب الإيجابي، لا بد من الاعتراف بأن الأوراش التي فتحت في هذه المجالات لم تصل في تفعيلها إلى المستوى المطلوب بسبب انعدام المتابعة الجدية والتفعيل العملي، وبسبب انعدام التحسيس والتوعية إلى جانب شيوع البيروقراطية والفساد، مما جعل الفاعلين المدنيين والسياسيين يشعرون بوجود نوع من التعثر في أوراش المصالحة، حيث أولا لم يتم تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة رغم أهميتها، كما تعثر تنفيذ مدونة الأسرة وحصلت تراجعات خطيرة في حقوق النساء بتزايد العنف وتزويج القاصرات. ونفس الشيء يقال في موضوع الأمازيغية، كما تزايدت حالة خرق حقوق الإنسان وتراجعت حرية التعبير
والتنظيم بشكل ملموس ابتداء من سنوات 2013 و2014، وأدى هذا كله إلى موجة من التشكيك في المصالحة الوطنية وفي حدودها. فمما سبق يتبين بوضوح أننا نجد نفسنا اليوم في الحاجة إلى استكمال مسلسل المصالحة الوطنية. أما فيما يخص المفهوم المصالحة الذي تم طرحه من طرف سي إلياس، وعلى ما فهمته أنا من خلال قراءة المقال والنقاش والجدل الذي تبع هذا المقال، فهو يأتي في سياق مخالف وظروف مغايرة ولأهداف تنحصر، على ما فهمت تنحصر في الصراع السياسي الحزبي بالدرجة الأولى، أي أن الفرق بين المصالحة الوطنية التي أعلنها الملك قبل 15 سنة وبين المصالحة المعنية اليوم هو أن المصالحة الأولى كانت شاملة وتتعلق بعلاقة المغاربة بالدولة وبالسلطة وبالحقوق الأساسية للمواطنة، أما اليوم فهي مصالحة بين القوى السياسية المتصارعة والتي وصل الصراع بينها إلى مستوى أصبح يختزل في التحريض والقذف وشخصنة الأزمة، وبعد عن مناقشة الأفكار السياسية والبرامج الحزبية واختزال الصراع في النوايا والحروب الكلامية، مع ما رافق هذه الظواهر السلبية من نزعة شعبوية أصبحت تهيمن على خطاب الزعماء السياسيين، مما أدى إلى تمييع أكثر للفعل السياسي وإلى إضعاف الوعي الديمقراطي لدى المواطنين، ومما انعكس سلبا على نسبة المشاركة كما لاحظناه في الانتخابات، وفي نفس الوقت أصبح يهدد استقرار البلاد بسبب كثرة التحريض والإشاعة ونشر الكراهية. وفي هذا الصدد لا بد من تأكيد على المبادئ التالية من أجل إنجاح أي مصالحة كيفما كانت. أول مبدأ، ضرورة نقل شعارات الدولة إلى سلوك سياسي مؤسستي يدعم مسلسل الديمقراطة والتحديد ويشعر فيه المواطنون بصيانة مكتسباتهم والحفاظ على مصالحهم. ثانيا، ضرورة مراجعة علاقة المواطن مع السلطة وبناء هذه العلاقة على أساس الاحترام وسمو القانون عوض العنف والاحتقار، وكذا إصلاح الإدارة إصلاحا جذريا يسمح بولوج المواطن إلى الخدمات الأساسية والمواطن والمستثمر، باش نرجعوا لما قال، تسمح ولوج المواطن والمستثمر إلى خدمات الأساسية وتجاوز العراقيل التي رصدها الخطاب الملكي الأخير في افتتاح الدورة البرلمانية. المبدأ الثالث إذا سمحتوا، ضرورة الاعتراف المتبادل بين القوى السياسية باعتبارها أحزابا متكافئة في فرص وحقوق الولوج للحقد السياسي والإسهام فيه، واعتبار أن مصداقيتها مرتبطة بآدائها وأسلوب عملها وبمردوديتها، وكذا الاعتراف بدور صناديق الاقتراع. فلا يمكن لحزب سياسي أن يعتبر نتائجه بمثابة صوت الشعب ويعتبر في نفس الوقت نتائج غيره مؤامرة أو تزوير، فإما أن الانتخابات كانت نزيهة مع بعض الخروقات، وإما أنها غير شرعية بالنسبة للجميع. رابعا، اعتبار أن الشرعية الحقيقية اليوم إنما تكمن في ترسيخ الديمقراطية والإيمان بمبادئها وقيمها، سواء على صعيد التنظيم الداخلي أو على مستوى الخطاب أو الأهداف أو أسلوب العمل، وكل بحث عن شرعية ما خارج الإطار الديمقراطي يعتبر محاولة للهيمنة بأي شكل من الأشكال، كما أن الديمقراطية بهذا المعنى المشار إليه لا يمكن اختزالها في ديكتاتورية الأغلبية العددية، بقدر ما تتحقق في ضمان حقوق
الأقليات أيضا. النقطة الخامسة أو المبدأ الخامس أن أي نوع من الاصطفاف أو الفرز بين القوى السياسية ينبغي أن يكون على أساس معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان، فيتم التمييز بين تيار ديمقراطي يكرس القيم الديمقراطية وبين تيار لا يقبل بالديمقراطية أو له تحفظات على بعض مبادئها أو قيمها، ويريد أن يختار في حقوق الإنسان بين ما يريده وما لا يريده. بينما يؤكد الدستور المغربي على أن حقوق الإنسان كل غير قابل للتجديد. سادسا أنه ينبغي الحسم في ضرورة إبعاد الدين عن المجال السياسي واعتباره شأنا شخصيا، حيث تبين بالملموس بأن الاستمرار في استعمال الدين في السياسة يؤدي إلى تزايد ثقافة العنف والتكفير والتحريض والكراهية، بما يخلف توتر الأجواء ويبعد البلاد عن المناخ السياسي المطلوب لإنجاح الانتقال نحو الديمقراطية ودولة القانون. سابعا أن المبدأ الرئيسي في المصالحة هو عدم العودة، عدم الرجوع إلى الوراء، أي عدم إعادة تكرار الأخطاء السابقة، ولا معنى للمصالحة باستمرار القيام بنفس الأخطاء والاستمرار على نفس النهج، سواء من طرف السلطة أو الأحزاب السياسية في علاقتها ببعضها البعض. ثامنا إعطاء الأولوية داخل الأحزاب السياسية للتنظيم وللمؤسسات ولا للشخص، حيث تؤدي ثقافة الزعيم بالمعنى القديم إلى نتائج سلبية بسبب تقديس الشخص المؤدي إلى تكريس الأخطاء وتطبيع مع الممارسات السلطوية داخل التنظيم. تاسعا وأخيرا ضرورة وضع ميثاق للعمل السياسي يحدد مبادئ التعامل بين التنظيمات السياسية ويضمن استقلالها عن السلطة، كما يرسم بوضوح مجالات وحدود العمل الحزبي كما هو متعارف به في البلدان الديمقراطية. وشكرا. العيال من المغرب يدخلوا في استراتيجية عمل شخصي بدأت منذ 1993 عندما كتبت مقالا بالفرنسية حول لا كوميسيون بوليتيك صباح الإصلاح الكلاسيك ومجلة قولون، وعملت على تفكير في نظرة شمولية لأشياء صعبة ودقيقة تسمية الأفكار الصافية يزيد بغلوب. و إذن هو هذا المقال كتبته في لحظة فكرة حاسمة، وأنا لا أكتب كثيرا خارج الكتابات الأكاديمية، والحقيقة أن زوجتي منعتني إلى أن يكون هذه الكتابة، وهي التي اختارت ريسبريس نظرا للتواصل الاجتماعي. ويجب ان اعترف انه كتبته بتلك الفكره مستنقعه، ليس داخل اللحظه الانتخابيه وان كان فيها واقعا، ولكن داخل مشروع وقلته للمركز الادبي، هذا جزء من المشروع. ويجب ان اعترف انه عندما كتبته للطبقه السياسيه الى من يفكر الى من يهتم بتاريخ البعيد ومستقبل البعيد كوطن، وكان اعترف انه كان لاخر الياس ذكاء سياسي وشجاعه سياسيه، واتصل بي عده مرات فعلا وقال اعجابه تناقشنا، وكنت فرحا انه ان يكون له بعض الصوت. اعود الى مساله المصالحه، انا اعتقد هذا ما التقينا فيه وانه الوطن المغربي لن نقول خسر ذلك المقال، يمكن الرجوع اليه، ربما ساستمر بمشاركة أفكار التي وردت و
ما تحطوش. الفكرة الأساسية هو أن الوطن له مراحل وتاريخ، والوعي السياسي والتاريخي هو الذي يشعر في تلك اللحظة الفارقة ما الذي يمكن أن يحول وطنا إلى حرب، ما الذي يجعل تلك اللحظة الفارقة أن ينقلب الأمر إلى أشياء لا تحمد عقلها؟ هل هو العنف؟ هل هو الجهل؟ هل هو كل هذه الأشياء هي إرادات خاطئة؟ هل هي إرادات غير مسموعة؟ إذن لن أطيل في هذه المسألة، فكتبت بيان من أجل المغرب أخاطب فيه جميع المغاربة، ليس بسلطوية ولكن ليس كمفكر من البونسور السلمي كيكون، أن نفكر جميعا في هذا الوطن الذي يسمح لنا بالعيش، وأن نقدم له مجهودا فكريا وحضاريا كما كان لأجله. فأتى بعد ذلك مقالين اللي حول مصر، لا يكفي الوقت لدراسة نصية للمقالين، لم يكفي الوقت، ولكن أشير بعض الإشارات حول الملاحظات. في نظري يجب علينا أن نميز بين عدة كلمات مرتبطة بالمصالحة. فهناك مثلا التوفيق، لا كونسيليسيون، ماشي لا ريكونسيليسيون. لا كونسيليسيون مصطلح استعمل قديما عندما في جميع الحضارات التي فيها الدين والوضع. المسيحية أيضا كانت هناك محاولة تفكك بين الدين والعقل، الإسلام أيضا. لا كونسيليسيون هي آلية يستعملها الناس لتفادي الصراع مثلا بين العقل والنقل، بين الدين والعقل. التوافق لو كومبرومي يستعمل كآلية لخلق الصراع في الخطاب، في الأمان، إلى آخره. والتفاوض لا نيغوسياسيون هو أيضا آلية لخلق الصراع. ولكن الفرق ما بين المصالحة وبين ذلك هو أنه المصالحة قد تكون بين رأيين أو طرفين بدون كونسيسيون، حيث كومبرومي لا بد من الكونسيسيون. فالتفاوض كنمشي راه جلسة الكونسيسيون ونحضر باش نوصل للتوافق، ولكن المصالحة قد تكون مع التاريخ، مع الناس، بين الأحزاب، بين الأفكار، تكون مع الخارج، مع الجوار، مع ذاتنا، مع هويتنا، مع كل ما يخلق الصراع. إذا المصالحة هي لا غير كونسيليسيون، لا بد من شروط المصالحة، لأنه في الكومبرومي كنكونوا عارفين الطرف الآخر. بينما عندما طرح الأستاذ إلياس المصالحة، قال المصالحة هي مصالحات في الحقيقة. وهذا يلتقي مع ما كنت طرحته في لحظة ما في مسألة الموريسكين، الفكرة ديال الموريسكين. قلت علينا أن لا نجعل مشكل الموريسكين مشكلا سياسيا، يجب أن يكون هناك حل حضاري، أي نحل المشاكل ديال الجوار مع إسبانيا ومع الجزائر ومع البرتغال، أي أنه غرب البحر الأبيض المتوسط كما نتوصل إلى نظرة شمولية، يمكننا أن نصل إلى مصالحة حضارية ويحل المشكل بالاعتراف، بالاعتذار، بفتح الأرشيف، معرفة حقيقة ما وقع. لأن كومان هذا أكثر من مليون ونصف اللي طردوا وتعذبوا. فإذا أنا متفق مع فكرة المصالحة، ولكن هناك شروط للمصالحة. لا يمكنش تكون مصالحة بدون نية للمصالحة، بدون أهداف للمصالحة، بدون مضامين للمصالحة، بدون متصالحين، بدون معرفة مواضيع التي يجب أن نتصالح، ثم أن نعرف توقيت المصالحة.
لا يمكن أن نتصالح هكذا. ما هي المواضيع الآن مغرب اليوم التي تحتاج إلى مصالحة حقيقية؟ أنا سأتحدث فقط عن المسألة السياسية، لأنه المصالحة تحتاج أن نتصالح في الخطاب، الخطاب الاجتماعي والمجتمعي والمدني بصفته، لخفض التوتر والرجوع إلى البنك المالي بدل المقتربيات، أي خطاب العقل، خطاب المصلحة العليا، خطاب المصلحة. إذن يجب أن نتصالح مع الخطاب، أن نقترح خطاباً آخر، أن نبتعد عن السب والشتم والتحقير وكل ما يسيء، إذن لأن هناك أزمة. هل هذا الخطاب السائد حالياً هو خطاب الوطنيين للحصول على الاستقلال أو الدستور الأول؟ هل هو خطاب مرحلة التلاوم؟ أو مرحلة العهد الجديد؟ هل هو هذا الخطاب السياسي الذي نأمله؟ أو على الأقل يمكننا أن نطمح إلى خطاب أحسن؟ إذن يجب مصالحة مع الخطاب، يجب مصالحة مع المجتمع، يجب اقتراح مصالحة حقيقية في برنامج عملي حقيقي بمشاركة الجميع أو على الأقل أغلبية وإشراك أكبر طاقات حية في هذا البلد. عوض المزايدات المرحلة الأولى مرحلة صعبة، ليس فقط بالنسبة للمغرب، بالنسبة للوطن العربي، بالنسبة للدول الإسلامية، بالنسبة لإفريقيا، بالنسبة للمغرب الكبير. لحظة حاسمة، تصوروا أنه 30 سنة مقبلة تحديات، لتحديات تمس الشعوب، تمس الثقافات، كيانات، هناك كيانات ذهبت. من هي المغفلات؟ من هي دابا سوريا؟ فين هي ليبيا؟ أي الضربات التي تقطع الأوطان هي قريبة منا. وش هذا وقت الصراع والسلال والشتم وشخصنة كما قال شخصنة الصراع؟ نعم صراع الأفكار، ولكن لا أن نجعل الاختلاف خلافا، خلافا نهائيا، أي أن نستمع للإبرة الحقة. إذا الخطاب المجتمع وفي التدبير يجب أن نتصالح مع هذا الشعب، أن نمنحه كرامته، أن نمنحه هذه الكرامة في معاشه في التعليم والصحة. لا زلنا نتحدث عن تعميم التعليم وعن خوصة التعليم، هذه مسألة ستكون محسومة. التعليم مسألة استراتيجية، ما يمكنش تلعبوا بها، ما يمكنش نتفاوضوا على تقليل ميزانية التعليم. هذه مسألة يجب أن نتصالح مع ميزانيتنا مع هذا الشأن. إذن هناك مصالحات كثيرة. يقول بول غريكلوت أنه هناك خطين أساسيين للتعامل مع السلطة ومع الأخلاق. هناك خط عمودي هو الذي يذهب إلى السلطة، الأحزاب تتكون من أجل استيلاء ديمقراطيا او بطريقه اخرى على السلطه، اي حصول على سلطه تدبير الشان. هي مساله مشروعه، اي انه احزاب ككل صراع الحق السياسي من اجل الحصول على مقاعد وحكومه لتدبير او بناء على بعض. ولكن هذا الخط العمودي عندما يتم الاستفراد وعدم احترام اللعبة السياسية يؤدي إما إلى الميليشيات أو الديكتاتورية أو الحزب الوحيد إلى غيره. عندي مشروع لنطاق أخلاقيات سياسية. فأنتم كتعرفوا بأنه في المجالات العلمية والمجالات المعرفية مقبول أنه الطب يكون عنده أخلاقيات، البيولوجيا عندها أخلاقيات، البيئة إلى آخره،
حتى للاقوى اثبات. ثم المهن ان الاخلاقيات مهنه الطب والممرض والمحامي والقاضي الى غير ذلك. ولكن السياسي لا يقبل انه يفرضوا عليه الاخلاقيات، يقول لك انا عندي القانون وعندي الشرعيه الانتقاليه وامتين الشعب. بالعكس حنا كنعطيو الحصانه وكنعطيو التقاعد من بعد العمل ديال الحصانه. يجب على السياسي ان يخضع الى اخلاقيات المهنه. نعطيكم مثال بالنسبه للمغرب، كنعرفوا بالارقام الدقيقه شحال كنصرفوا في التعليم، بل كل اسره شحال كتصرف على التعليم والصحه والادويه، شحال كنصرفوا على السياسه؟ شكون اللي عنده هذا الرقم؟ كنعرفوش، ما كنعرفوش النسبه ديالو بالدخل الوطني، خصنا نعرفوه. اذا باش نعرفوه باش يكون العمل السياسي يناسب مرحلة المصالحة يجب أن يكون حسب الأخلاقيات. وأنا وجدتكم هنايا نطاق طويل جدا إلى فترة السجن كانت بالنسبة للاستراحة. استراحة وتنصرنا في محاولة معرفة العالم. قررت في هذه اللحظة أنه أسمع الكتب ديال الدكتور طه عبد الرحمن أن لا أقرأ أي كتاب بالعربية وسأنفتح على ما يكتبه اليوم الأمريكيون والسوريون فيما يخص ما يتفاعل في العالم. وصدقا ثلاث سنوات في مرتبة بالسجن غيرتني بشكل كبير وجعلتني نرتب العالم تتغير بشكل جدي. معناتها انه ملي كنبدا نقرا شي كتاب كنقرا جوج ثلاثة كتب في مرة واحدة، واحد في الصباح واحد في العشية واحد في الليل. وصادف ان في الأشهر الأخيرة من السجن كان عندي كتب الكتب، أعتقد أنها كانت كتب فيها بشكل كبير. كتاب لو كومونسمون دافون ديال جون كلود فيلود، الكتاب لو تريومف دو لا كيبيديتي ديال السيريس اللي موجود في الاقتصاد، وكتاب كان قديم هاد الكتب اللي صدروا في 2010 و 2011، وكتاب كان قديم نسبيا اللي هو كتاب ليجينسكي لو كرون ايشيكي. لو كرون ايشيكي خلاني نفهم نظرة الولايات المتحدة الأمريكية أو التغيرات اللي حدثت في السياسة الخارجية الأمريكية من بعد كيسنجر، باعتبار أن ليجينسكي كان من أحد المستشارين في الأمن القومي من أحد الرؤساء الأمريكيين. كتاب ليجينسكي كان في الاقتصاد الطامع للجيش خلاني نقف على هم الأزمة الاقتصادية النيولوجية والمأزق اللي في الأزمة. والكتاب ديال كوميرس دو موند هذا في الواقع كثير من الامور الداخلية وتفاعلت معها بشكل كبير، خلاني نفهم بعض التحولات اللي جارية فينا وحولنا نتيجة التطور في العالم التطور التكنولوجي. واقتنعت على انه في الفعل جاوز على مرحله الحضاره الجبليه وانتقل الحضارات السمعيه البصريه حضاره الصوت والصوره والتاثير الماء وراء بهذه. وصدق قناعه اخرى على ان العالم معقد جدا وحنا في سوء التقليدي وزدنا يعني تظهر ان هذه الصعوبه لاننا وضعنا انفسنا في سوق النظام النيوليبرالي الحزوم. واقتنعت انا منا وانا باقي داخل السجن على انه صعب جدا على اي فريق في هذه البلاد ان يحل المشاكل المغرب الانيه والصدريه، المشاكل اللي استعصرت لمده 50 سنه و للاسف شيء حتى مجهود المغرب مع الأجيال ديال الملك السادس وطرح مجموعة من المبادرات كلها
صادفت واحد الأزمة اقتصادية عالمية اللي ما زالت مستمرة وأفقها لا يلوح بشكل واضح إليه. من يخرج قد تقل النقاش لكن دستورية ملكية غير الاستقرار المالية إلى آخره. وصدقا لم أجد نفسي باب النقاش لأنني كنت أعتقد أن بشكل لا يأثر على النقاش. وكتبت مقالا ولله خليج المروزة تذكروا تحت عنوان تعالوا بنا نفكر المغرب بطريقة أخرى. هذا كتبته في 2012 ولات طرحت فيه تقريبا جمله من الامور اللي السي عمار طرحها واللي طرحوها الاخوه الان في المرحله. لان اعتقد ان صناعه مستقبل المغرب لا يمكن ان تكون الا صياغه جماعيه. هذا ما يعنيش اننا نسمعها مع خياراتنا، ولكن نحن في حاجه الى مشروع شرعي وطني نقدروا نختلفوا على طرحه تفعيله، ولكن نتضامن ونتعاون فيما نتفق عليه. ثم يكون بعضنا مرآة الآخر تنعكس عليه أعماله إخفاقاته ونجاحاته حتما إذا اختلفنا في بعض المقارنات. إذا النقاش مع السي مدام السي العمار طاح من التقينا أنا فاجئني بكل صدق، فاجئني السلطانية ديال التفاعل مع النقاش اللي داز اليوم اللي كما قال انا غادي نكتب مقال ونصيفطوك تقرا تصححوا الى اخره. والهوله مفاجاه طبعا، بقيت كنقول واش هذا هو الشخص الترسانه ولا الصوره النمط اللي كتحدث عليه كيتحدثوا عليه ولا، فقلت اختفي سالته كان شنو معنى طعنتوش في شباط في شباط؟ لأن الحالة ديال الرفيقي هي حالتي، أنا ممنوع من مشاركة الانتخابات. إذا لأنه لم أمل العفو الشامل، إذا حتى رفيقي حتى هو خلص العفو، إذا ما نقدرش نتخذ الانتخابات. فقال لي سياس شوف السي المتصل أن شباط غادي ما نتيوش الموضوع المشكل، ولكن اللي كيهمني اكثر هو انه حنا ما بغيناش نحرموا رفيقي من حقوقه، حنا بغينا انك انت تاخذ حقوقك. لانه انا كنقول اذا حييتم بتحيتي فحيوا باحسن منها او الطغى، والشيء من الشيء يذكر. لهذا كنذكر هذه الحادثه. كنعود نقول على أنه كاين أمامنا تحديات كبرى داخلية وخارجية، ولا أعتقد أن ما راكمنا في 50 سنة و 60 سنة إخفاقات، طبعا كانت منجزات ولكن ما كانتش بحجم ما صار من إخفاقات. كنقول أن هذا نحن أمام وضع صعب، ما ندخلش في التفاصيل الإخوة تكلموا على الجانب الاقتصادي السياسي الاجتماعي، ولكن كنقول أنه يجب أن نهتم أيضا بالتحديات اللي كنعانيو منها خارجية. اليوم باقي موضوع الصحراء لم يحسن، باقي العداء الجزائري لوحدة المغرب واضح. إذا رجعنا للهويات أقول صلبة منغلقة، فغير الفكر ظهور رجوع الهويات المنغلقة الصلبة ثم ظهور الهويات الفرعية. كل واحد في منطقة من مناطق المغرب غير يحمل هوية، وحتى إذا تقول له هوية كتحمل هوية فرعية. إذن بدأنا ننحاز نذهب إلى ما تذهب إليه الدولة المقبلة أو المجتمعات المقبلة الدولة، المجتمعات البدائية، المجتمعات القليلة، المتناحرة، المتقاتلة، المتصارعة، البعيدة عن الحوار حضرا. إذن المصالحة الثانية، المصالحة الثانية الرئيسية اليوم هي القضية على الهويات الصلبة المنغلقة والانفتاح الهويات المتعددة، بحيث أكون أنا مصطفى المعتصم بمرجعية إسلامية ومرجعية حداثية، وأحب فريق الرجاء البيضاوي وفريق ريال مدريد الإسباني والفريق الوطني المغربي والفريق البرازيلي، أحب الملحون
المغربي الاندلسي احب جون بايريس احب الشيطي احب العقاد واحب كوستا كافاس اعيش انا امازيغي في المناطق المغربي عربي وعربي في المناطق وعرب في المناطق المغربية طبعا أمازيغي أنا مغربي في المغرب في المغرب العربي في المنطقة المغاربية وأنا مغاربي في المنطقة العربية وأنا إفريقي في شمال إفريقيا في إفريقيا وأنا في نفس الوقت عربي مسلم بالنسبة للمسلمين وأنا في نفس الوقت مسلم بالنسبة للعالم وأنا في نفس الوقت إنساني أتفاعل مع كل